بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي حطه ام جي وايد حلو، هو عن سمكة شلون نقدر نسوي لها ساين، هذا عشان تسوي الحركة نفسها بدون ما نستعمل العظم. فهي طريقة عادية، انا بصراحة ما راح اقدر اسوي كل شيء يعني، بس باللي اقدر اعرفه. الحين لو نشوف يعني هذه السمكة مثلا، هذه حركتها راح تصير بالطريقة هذه، وممكن هذه الحين بدون عظم بدون أي شيء نستعمل ديفورم ساين، وبعدين بالنهاية هم راح نتطرق حق الانستنسر. ممكن نسوي انستنسر من سمكة واحدة، ممكن نسوي حركة كاملة لجميع السمك. فالحين اذا خلينا نسيف هذا فيش تو، اوكي خلينا نفتح الاولي.